هذا ما خلفه الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين، المزيد من عمليات التدمير في البنى التحتية في أكثر من موقع وفي أكثر من محيط، تحديدا على المدخل الشمالي للمخيم. هذا الطريق الرابط بين مخيم جنين ومستشفى ابن سينا على الأطراف الشمالية، عملية تدمير واسعة بواسطة جرافة من طراز DD9 المجنزرة. إحداث عمليات التدمير بات لافتا وواضحا في عمليات الاقتحام التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. على الجهة المقابلة أيضا على المدخل الشمالي لمخيم جنين أيضا عمليات تدمير ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. تحاول الجهات المختصة الفلسطينية إحداث عملية تأهيل وإزالة هذا الركام الذي تعرضت له الطرقات المؤدية إلى عمق المخيم في المنطقة. جزء كبير من هذه المناطق تعرضت للتدمير، والجزء الأكبر من هذه الطرقات هي ذات الطرق التي قامت الجهات المختصة ولجنة خدمات المخيم بإعادة تأهيلها منذ 2 يوليو. هذا المنزل تعرض لحريق نتيجة استهدافه بقذيفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. صاروخ محمول على الأكتاف أطلق على هذا المنزل واحترق بشكل جزئي بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي. على الجهة المقابلة هذه الساحة الرئيسية تشاهدون حجم الدمار، وحتى تعرضت واحدة من مؤسسات الوكالة الأونروا الأمم المتحدة لجزء من التدمير نتيجة الاستهدافات المباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ما حدث هي عملية اقتحام لعدة مناطق في المدينة والمخيم، وتم اعتقال 10 فلسطينيين فيما أصيب شاب فلسطيني بجراح خطيرة. يقول الأهالي أن عمليات التدمير هذه والتخريب المتعمد هي فاتورة لمحاولة تدفيع الأهالي والأسر جانبا من الانحياز والانخراط في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. يؤكد الأهالي أن مهما بلغت هذه الفاتورة والتي تضاف إلى كل عمليات الاقتحام منذ 2 يوليو وحتى هذا اليوم المرتبطة بشكل كلي بعمليات تدمير البنى التحتية، لن تنال من العزيمة الفلسطينية في مواصلة الحالة النضالية والتصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما تؤكد الأذرع العسكرية أنها ستواصل عملية التصدي لجيش الاحتلال، إذ تمكنت الليلة الماضية من تفجير عدد من العبوات الناسفة وتنفيذ عمليات إطلاق نار في إطار التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي. خالد بدير، قناة الغد، من مخيم جنين، فلسطين.